السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نحل قواعد الوحدة السابعة من كتاب بيت باي بيت الفاينل ريفيجن. أول سؤال بيقول لي عمر is very happy. هي نقط a medal for writing poetry. هو عايز يقول هو كسب ميدالية في كتابة الشعر. عندك is مضارع، يبقى لازم الجملة تبقى مضارع. از اهي مضارع، يبقى انت لازم الجملة تبقى مضارع. يبقى هاد اللي في رقم دي بره، يبقى انا عايز كله مضارع. طيب الفعل وين ما بيجيش في الاستمرار، الفعل وين يفوز الافعال اللحظية ما بيجيش في الاستمرار، زي وين ولوس ما بيجيش في الاستمرار، وستوب الحاجات دي كلها بيجيش في الاستمرار. يبقى انا هشيل رقم A وهشيل رقم B لانهم مستمرين، يبقى فاضل عندي C اللي هي has one، لان الفعل one ما بيجيش في الاستمرار. رقم 2 باسم you can't take the picture yet، انت مش هتقدر تلتقط الصورة دلوقتي حتى الان. ليه بقى؟ I not it for you since you asked me. انا انت مش هتقدر تاخد الصوره دلوقتي، اصل انا لسه برسمها من ساعه ما انت ما قلت لي، من ساعه ما انت طلبتها مني. يبقى انا عايز كده مستمر، عايز حاجه مستمره. كلمه كانت والمصدر لما بتيجي مع فعل بتدي من معنى فعل ده منع، ان الفعل ده بيحدث في حاجه مستمره بتمنع الحدث ده. يعني بيجي معايا فعلين، فعل كانت، الكانت والمصدر، ده بيجي يعبر عن ان في حاجة مستمرة. يبقى انت عندك كانت والمصدر اهي، شايفها بيعبر ان في حاجة مستمرة هتمنع حدوث الفعل ده. يبقى انا عايز الفعل المستمر يبقى have been painting، وطبعا عندي سينس دول على المضارع التام. رقم 3 ever since he met Sarah he has looked very not. طيب الفعل looked بيجي بعد منه صفة، look والسيم بيجي بعد منهم صفة، يبقى happy رقم A. رقم 4 will carefully quickly تسرى are the example of. طبعا carefully ده عبارة عن ايه؟ عن adverb حال، وquickly برضو حال. طيب حال ايه بقى؟ حال الكيفية، طريقة، manner، حال المانر، adverbs of manner، حال بيدل على الطريقة، بحرص، بعناية، بإتقان. Absolutely, extremely, and almost are the example of. هم أمثلة لإيه؟ دول أمثلة للدرجة، حال الدرجة. دي extremely بتيجي قبل الصفة أو قبل الحال علشان تقوي الصفة. كلمة extremely بتيجي قبل الصفة عشان تقوي الصفة، تديها درجة، هي درجة جديدة. طيب يبقى درجة يعني معناها جدا. يبقى ده adverb of degree، ظرف الديجري، ظرف الدرجة، يبقى رقم دي. رقم 6 مجدي is still reading، مجدي ما زال يقرأ the book and now، ودلوقتي he is on page 44 في صفحة 44. he not for 2 hours، هو بيقرأ لمدة منذ ساعتين، والراجل دلوقتي لسه مخلص في صفحة 44. يبقى انا عايز الفعل يكون مستمر. طيب انا عندي is مضارع، يبقى رقم سي تطلع بره لانها ماضي. طيب انا عايز بقى مضارع مستمر، مضارع مستمر اللي هو المضارع التام المستمر اللي هو has been reading، لان عايز حاجه مستمره، لان الراجل في صفحه 44 ولسه مخلص وبقاله ساعتين بيقرا، يبقى رقم بي. رقم 7 ابراهيم is on holiday، ابراهيم في اجازة. هي نقط هرجادة للغردقة. I don't know when he will come back، انا مش عارف هو هيرجع امتى. يبقى هو راح ولسه ما رجعش.
راح ولسه ما رجعش يبقى هاز جان، راح ورجع يبقى هاز بين، راح وما لسه ما رجعش يبقى هاز جان تو، راح ورجع يبقى هاز بين تو. طب الراجل بيقول لك انا ما اعرفش هو هيوصل امتى، يبقى هو لسه هناك، يبقى هاز جان تو. رقم بي. رقم 8 everything is going well، كل شيء بيمشي كويس ماشي كويس. there not any problem so far، عندك كلمة so far يبقى انت عايز مضارع تام. طيب عايز مضارع تام يا طيب، عندك any يبقى انت عايز نفي، يبقى there haven't been. ما ناخدش هاد بين ليه ماضي تام؟ لان انت عندك is مضارع. از مضارع يبقى مش هتنفع تاخد معاه الماضي اللي هاد بين ده ولا ويرنت. طيب هاف بين ولا هافنت بين؟ احنا قلنا في اني نفي يبقى هافنت بين. رقم 9 هاو لونج نقط ايه ا لونج تايم سينس وي وير ات سكول. هاو لونج بتسال على المضارع التام، بتسال على المضارع التام. يبقى فين المضارع التام؟ في عندي have you known و have you been knowing. طيب الفعل know ما بيجيش في الاستمرار، يبقى رقم C برة ورقم D برة، يبقى انا عندي have you known. فعل know يعرف ما بيجيش في الاستمرار، يبقى ده رقم B. رقم 10 Sally has been working here. طيب سالي بيشتغل هنا وده فعل مستمر اهو، مضارع تام مستمر. طيب اقول ايه بقى؟ ينفع اقول فور سكس مانسز، فور وبعدها عدد المدة، وينفع اقول سينس سكس مانسز اجو، يعني ينفع اجيب سينس وبعدها المدة بس اجيب بعدها اجو، سنس والمدة وبعدها اجو، انما سنس والمدة لا، يعني رقم بي لا، يعني ينفع رقم A ورقم C. يبقى الاجابة بتاعتي A وC اللي هي رقم D، لان 4 بيجي بعدها عدد المدة او كمية المدة، وسنس بيجي بعدها اسم المدة، بس سنس ممكن يجي بعدها عدد المدة لو التحقت المدة بكلمة اجو. رقم 11 سمير doesn't take risks when he is driving. سمير ما بيعملش مخاطر وهو بيسوق. he always ايه، هو دايما ايه، عندك verb to be بيجي بعد منه صفة يبقى careful، عندك is اهي يجي بعدها صفة. 12 you work very hard، انت بتعمل بجد. it is not not that you are always tired، مش من المدهش بقى ان انت تحس بايه بتعب. not فيرب تو بي عايزه بعدها صفه برضو، يبقى سربرايسنج رقم بي. طيب ما خدش بقى مور سربرايز ليه؟ لما فيش صفات مقارنه ولا سربرايسنج دي حال، وسربرايز ده مندهش، وده بيدل على الشخص اللي تاثر بالحدث. رقم 13 I have been learning English not over 11 years. كلمة over وأي مدة زمنية بتاخد 4. طيب يعني عندي مضارع تام يعني 4 أو since، يبقى 4. طبعا مش هاخد ever لأن ever عايزة أفضلية أو عايزة سؤال، وأجو عايزة أمر بسيط. أربعتاشر have you not been to the UK before. هو عايز يقول له انت رحت زرت انجلترا قبل كده. يبقى ده سؤال، السؤال بتاعي ever ever. وخد بالك ان already بتيجي برضو في السؤال بس في اخر الجملة وتدل على الدهشة، ويت في السؤال في اخر الجملة. انا عندي ثلاث حاجات بيجوا في السؤال ايفر واوريدي ويت،
اوريدي بتيجي في السؤال في اخر الجملة للتعبير عن الدهشة، يعني واحد عمل الفعل بأسرع ما يمكن في أقل وقت، فأنا اندهشت. يت بتيجي في السؤال للتعبير عن برضو إن الواحد عمل الفعل بيعمل الفعل في أكتر في وقت كتير جدا لدرجة إن أنا اشمأزيت أو مليت، تدل على النويل إن أنا اتضايقت. طيب إيفر استخدم في السؤال للاستفسار عن أنت كنت رحت قبل ذلك اول مره تروح، يعني يبقى ايه؟ يبقى احنا هناخد ايفر هنا. 15 I think I know that song before. كلمه before لما بتيجي في الاخر كده بتبقى عايزه مضارع تام، مضارع تام. طيب هو بيقول له انا اعتقد ان انا سمعت الاغنيه دي قبل ذلك. طيب فين المضارع التام بقى؟ اولا هنا في عندي مضارع تام في رقم سي وفي رقم دي، بس دي مضارع تام مستمر وانا ما عنديش حاجه بتدل على الاستمرار، يبقى هاخد مضارع تام بس، يبقى هاف هيرت. 16 يو نقط ذات ايميل فور اوفر ان اور، انت بتكتب في الايميل ده بقالك اكتر من ساعه. هاو لونج از ات جوينج تو تيك يو، كام المدة اللي هياخدها منك؟ يبقى ده الراجل ده بيقول لك فاضل قد ايه وانت هتخلص، يعني لسه الراجل مستمر، يعني عايز مضارع تام مستمر. اولا هاو لونج از، عندك از مضارع يبقى روت بره وهاد ريتن بره، فاضل مضارع تام ومضارع تام مستمر. انا هاخد مضارع تام مستمر لان الراجل بيقول لك فور اوفر ان اور لاكتر من ساعة، جايب مدة اهي، يبقى رقم بي. 17 we lost the match، احنا خسرنا المباراة because we played، لان احنا لعبنا ايه than the other team. عندك كلمة than يبقى مقارنة بين اتنين يبقى worse، رقم سي. 18 few تعبير عن الضجر والملل، it is much نقط than، عندك كلمة than يبقى انت عايز er، الصفة اللي فيها er صفة المقارنة، يبقى hotter. 19 my house is not to the school than، عندك than يبقى انت عايز برضو ال ER، يبقى nearer. 20 they haven't not yet but they should be here soon، هما لسه ما وصلوش وهما يجب ان يكونوا هنا حالا. haven't عايزة تصريف ثالث، تصريف تالت في arrived وفي being arriving. طيب واحنا بنقول لسه ما وصلوش، طب عملية الوصول دي مش بتيجي في الاستمرار، بتيجي في البسيط، يبقى arrived. 21 I haven't listened to their new CDs not is it any good، بيقولك انا ما سمعتش السي دي الجديدة بتاعتهم حتى الان، هل هي جيدة؟ عايز حتى الان، ده سؤال وعايز في الاخر ايه يجيلي كلمة يت. طبعا فور عايزة فترة زمنية بعدها، اجوبة بتاعت ماضي بسيط وده مضارع تام، ونيفر بتيجي بعد هاف او هاز. 22 بيقول لي ذا راشن اسليت، اللاعب الروسي الرياضي الروسي ثرو ذا ديسكاس، رمى القرص نقط زين اول ذا اذرز اند ون جولد، وفاز بالذهب. يعني عايز يقول رمى القرص ابعد من، عندك كلمه زين يبقى انت عايز صفه فيها اي ار وبمعنى تكون ابعد من. فارزر وفيرزر هما الاثنين معناها ابعد من، يبقى الاجابة رقم بي وسي، دي رقم دي. 23 why is he suddenly so friendly،
لماذا هو فجأة يبدو ودود أو صدوق towards you تجاهك يا كارلوت؟ What part of speech is word friendly؟ كلمة friendly دي معناها ايه؟ friendly دي صفة، friend الاسم وfriendly الصفة. طب والحال منها؟ اقول in a friendly way، يبقى friendly دي adjective صفة مش adverb. الحال منها in a friendly way. والصفات المتيب اللي واي علشان تحولها الحال بتحطها ما بين كلمة in وبين كلمة way. 24 personally شخصيا، كده بادئ بالحال وجايب بعد منه كومة. طيب I don't think much of the idea. The word personally، كلمة personally ده معناها ايه؟ معناها حال، يعني verb. الصفة منها personal. طيب وpersonally ده حال. طب في حال تاني ممكن اعملها؟ in a person in person مش in a person way، لا يبقى personally حال و in person برضو حال. 25 جميل and Hannah not their dog since 10 o'clock. طيب عندك since 10 o'clock يبقى انت عايز مضارع تام، يبقى رقم A بره ورقم B بره. طيب ناخد بقى has walked ولا have been walking. طبعا جميل وهنه دول جمع ما ينفعش معهم has، يبقى ناخد have، يبقى رقم D. 26 which of the following مين في دول is structurally incorrect، غير صحيح. طيب هو بيقول لي the more adventurous it is the more I like it. الجملة دي صحيحة، جايب the more وthe more كلما كلما. طيب الجملة التانية بيقول لي the less you spend the most you save. هنا غلط بقى، هو جايب صفة المقارنة the less، المفروض يجيب هنا صفة مقارنة ما يجيبليش the most. the most صفة أفضلية، يبقى المفروض يجيب صفة مقارنة، يبقى الجملة رقم B هي اللي غلط. اهي رقم C I like ليلى and my مايا، بحب ليلى ومايا، but I think مايا is nicer of the two، هي الأفضل من الاثنين. طبعا جايب الصفة اللي فيها AR وجايب قبلها ذا ومقارنة بين اتنين، جايب الرقم 2 بعدها، يبقى كده صحيحة. دي الحالة الوحيدة اللي الصفة فيها AR بتاخد قبلها كلمة ذا لما يكون جايب بعدها الرقم 2. طيب driving is faster than walking، دي مقارنة بين اتنين عادي ما فيش حاجة، جملة صحيحة، يبقى الجملة الغلط هي رقم B. 27 which of the following sentence is structurally incorrect، غير صحيحة. طيب بيقول لي you have cleaned the bathroom، انت نظفت الحجرة، it looks lovely. طيب مضارع تام وله اثر اهو، الاثر ان هي بقت جميلة، يبقى دي الجملة دي صحيحة. طيب she has read 10 books، قرت 10 كتب، جايب مضارع تام مع العدد، مضارع تام بسيط مع العدد، جملة صحيحة. رقم C the grass looks wet، العشب بيبدو مبتل، has it been raining، هل هي الدنيا امطرت، برضو جملة صحيحة. طيب زي you have been playing tennis since an hour، since an hour they have been playing، هما كانوا بيلعبوا تنس since an hour منذ ساعة. طيب المفروض هنا ما يجيبليش مضارع تام مستمر، ما يجيبليش مضارع تام مستمر، هو بيقولك هما كانوا بيلعبوا منذ ساعة،
ما نعرفش الحدث ده مستمر ولا لا، يبقى المفروض يجيبوا مضارع تام بس، مضارع تام بسيط، يبقى رقم دي هي اللي غلط. وكمان ان سينس مش هتيجي مع ان اور، ان اور كده معدود، يبقى عايزين فور. يعني هو كان المفروض ان هو يجيب برضو، ممكن تبقى زي هاف بين بلاينج تنس، بس بدل سينس يجيب ايه؟ يجيب فور ان اور، لان فور هي اللي بتيجي مع العدد. وكمان الجملة هنا مش مدياني حاجة للاستمرار، معلومة ان هي الحارس مستمر، وبقول لك كان بيلعبوا منذ ساعة، لمدة ساعة، يبقى المفروض تبقى فور ان اور. 28 which is the following sentence is structurally incorrect، مين في دول غير صحيح؟ طيب بيقول لي she behaved extremely badly. طب badly ظرف او صفة، بدلي صفة او ظرف، بيجي قبلها كلمة اكستريملي للتعبير عن الدرجة، وهنا بيعبر عن الدرجة، درجة الشدية بتاعتها. طيب يبقى هي كده بتقوى الصفة، يبقى صح كلمة اكستريملي جاية عشان تقوى الصفة، بتيجي قبلها. ماشي. رقم بي، she treated people in a friendly way. طيب كلمة friendly حاطط قبلها ان وي عشان تصرف الفعل treated، يبقى كده جايبها حال، يبقى كده صح. رقم سي، she treated people friendly. طبعا كلمة friendly اصلا صفة، كلمة friendly اصلا صفة، عشان انا اخليها حال لازم اقول in a friendly way، يبقى كده غلط الجملة دي، يبقى رقم سي هي اللي غلط، لان friendly لوحدها ما هياش حال، هي صفة، عشان تتحول لحال لازم تقول in a friendly way. رقم دي، they got friendly. كلمة جوت فريندلي، جوت بيجي بعدها الصفة، وفريندلي هنا صفة، زي جوت فريندلي وين زير كيدز بلايد با بيسبول توجذر، يعني هم أصبحوا أصدقاء أو صدقوا أصدقاء عندما كانوا أطفالهم بيلعبوا مع بعض كرة البيسبول. يبقى جوت جاي بعدها الصفة، زي كلمة بيكام، زي كلمة سيم، زي كلمة لوك. 29 نقط وبعدين جايب كومة، أول ما يجيب نقط وبعدين كومة كده يبقى أنت عايز على طول الحال، أول ما يجيب نقط يبدأ الجملة بنقط وكومة بعدها يبقى أنت عايز حال ظرف، يبقى quietly. رقم بي، تلاتين، yesterday أمس the police arrested a man، البوليس قبض على الرجل in connection with the murder، اللي له علاقة بالجريمة. طب the word yesterday، الكلمة yesterday أمس دي ايه؟ ده ظرف حال، اصلا كلمة yesterday دي ظرف. طب ظرف ايه؟ ظرف طايم بيدل على الزمان، يبقى adverb of time. You look lovely in that dress، انت تبدو جميلة في هذا الفستان. The word lovely is، كلمة lovely اصلا معناها ايه؟ معناها صفة، كلمة lovely معناها صفة، عشان احولها الحال اقول in a lovely way، يبقى adjective. رقم ايه، 32، I will not consider your suggestion، اقتراحك، افكر في اقتراحك، يبقى انا جديا افكر في اقتراحك، يبقى انا عايز كده الحال، عايز اوصف كلمة التفكير اللي هي consider دي، الفعل اللي يفكر بحال، يبقى seriously، افكر بجدية في اقتراحك. 33، I am afraid my father has not left for work. عندك has وعندك التصريف الثالث اللي ما بيجي، اللي بيجي ما بينهم كلمة already، يت في آخر الجملة وصفار في آخر الجملة، يبقى already.
34 which of the following sentence is structurally incorrect غير صحيح the weather is always طيب is و always طب always اللي بتيجي الاول ولا is لا always اللي هي ظروف التكرار دي بتيجي بعد verb to be على طول يبقى is always كده صح يبقى رقم A صح رقم B the weather always it كده التركيب غلط لان always هي اللي بتيجي بعد is يبقى رقم B غلط رقم C it sometimes snows طيب sometimes التكرار ده مكانه فين بالظبط في الجملة مكانه بعد verb to be وقبل اي فعل بعد verb to be وقبل اي فعل طب snow اي ده فعل اهو عادي يبقى يجي قبل منه sometimes طيب يبقى صح you hardly ever watch TV برضو قبل اي فعل قبل watch يبقى صح برضه يبقى الإجابة رقم B هي اللي غلط 35 which of the following sentence is structurally correct من فضول صحيح علي is waiting at the bus stop for 35 minutes but the bus still didn't arrive ازاي تجيب لي الماضي مع مضارع يبقى الجملة دي غلط عندك ماضي is waiting عندك مضارع is waiting وعندك ماضي didn't arrive يبقى الجملة دي غلط رقم B علي has been waiting at the bus stop but still hasn't arrived طيب. يعني علي كان منتظر بقاله 35 دقيقة والأوتوبيس لم يأتي يبقى الجملة دي صحيحة مضارع ومضارع مضارع تام مستمر وبعدين مضارع تام رقم C علي waits at the bus stop for 35 minutes but the bus still doesn't arrive طيب ما هو waits ده احنا عايزين يبقى يجي في الاستمرار هو جايب له في المضارع بسيط ما تنفعش وعايز يقول كان منتظر الراجل منتظر لمدة 35 دقيقة يبقى كده ما تنفعش بسيط ده ما ينفعش رقم دي was waiting كده ماضي مستمر برضو ما ينفعش يبقى الجملة الصحيحة هي رقم بي طيب 36 which of the following sentence is structurally correct she speaks English perfect طيب. الجملة دي خطأ خطأ ليه لان كلمة perfect دي صفة يبقى لازم تيجي قبل English طيب. رقم B she speaks perfectly English طبعا برضو جملة خطأ ليه لان perfectly دي حال perfectly دي حال والحال بيجي بعد لما بيكون في مفعول يجي بعد المفعول الحال بقى بيجي بعد المفعول طيب او قبل الفعل للتأكيد يعني perfectly دي ممكن تيجي قبل speaks للتأكيد يعني اقول she perfectly speaks English طيب يبقى اما قبل الفعل او بعد المفعول she speaks English perfectly طيب وما تحطش بين الفعل والمفعول ابدا طيب امال امتى تيجي بعد الفعل تيجي بعد الفعل كده لما ما يكونش فيه مفعول يعني ما فيش كلمة English يعني اقول she speaks perfectly طيب يبقى عرفنا الحالات بتاعت الحال اللي هو اللي واي ده اقوله تاني اما يتحط قبل الفعل للتأكيد نحط قبل الفعل للتأكيد او بعد المفعول يا اما قبل الفعل للتأكيد او بعد المفعول وما يتحطش بين الفعل والمفعول ابدا طيب يتحط بعد الفعل امتى يتحط بعد الفعل اذا ما كانش فيه هناك مفعول ما كانش فيه مفعول طيب. يبقى رقم B برضو غلط طيب رقم C she speaks perfect English دي صح perfect هنا صفة جاية قبل الاسم بكده صح طيب رقم D
بيرفكت شي سبيكس انجلش. لا ده انت المفروض انت عشان انت تعملها كده تقول شي سبيكس انجلش بيرفكتلي، او تجيب بيرفكتلي الاول وبعدين تحط كومه وبعدين تقول شي سبيكس انجلش. يبقى الحالات الصح بتاعتها ايه هي بقى؟ يا اما اقول شي بيرفكتلي سبيكس انجلش، او شي سبيكس انجلش بيرفكتلي، او بيرفكتلي شي سبيكس انجلش. دي الحالة الصح بتاعتها. سبعة وثلاثين، which of the following sentence is structurally correct؟ فضول صحيح. صلاح has lived in English in England. has lived ده مضارع تام اهو. since 7 years ago، جايب since وجايب العدد الزمني وجايب ago، يبقى دي كده جملة صحيحة. لأنه قلت لك ممكن يقول لك for 7 years، ولو انت عايز تستخدم سينس قول سينس 7 years ago. رقم بي، صلاح has lived in England 7 years ago. كده ago كده بقت ماضي بسيط، طالما ما فيش سينس يبقى بقت ماضي بسيط، يبقى المفروض يجيب lived بس مش has lived، يبقى رقم بي غلط. صلاح have lived، طبعا صلاح مش هيجي مع have، غلط خالص. المفروض يبقى صلاح هاز. طب رقم دي، صلاح هاز ليفد ان انجلاند، ما فيش بقى حاجه قبل 7 years، المفروض يقول لي فور 7 years. الرابط لمده مش موجود، كلمه لمده مش موجود اللي هي فور، يبقى غلط. 38، no one in our class is not هيفاء. عايز يقارن مقارنه بين اتنين، ما فيش واحده اجمل من مين هيفاء. مقارنة بين اتنين او مقارنة مشابهة بين اتنين، از والصفة واز، او سو والصفة واز. يبقى انا هاخد از والصفة واز. طيب ماخدش مور بيوتفل ليه؟ لان مور بيوتفل عايزة زان، وبيوتفل الصفة بس مش نافعة لان بقارن بين اتنين، واز بيوتفل عايزة كلمة از بعدها. 39، which of the following sentence is structurally correct؟ مين في دول صحيح؟ طيب بيقول لي she went upstairs to check on the asleep children. الجملة دي غلط. غلط ليه؟ لأن أنت عندك كلمة asleep أهي، مالها؟ الكلمة دي كلمة asleep، وكلمة خد بالك بقى من القاعدة دي، asleep و alive و afraid و awake وأوير وأشيمد وألون وأنوير، مالهم دول كلهم؟ دول ما بيجوش قبل الاسم بس بيجوا بعده، يبقى ما ينفعش أقول أسليب تشيلدرن، إنما أقول ينفع أقول تشيلدرن هو آر أسليب، يبقى أسليب مش هتيجي قبل تشيلدرن، ما بيجوش قبل الاسم، الكلمات دي ما بتجيش قبل الاسم ولكن بتأتي بعده، يبقى الجملة دي غلط. طيب رقم بي، when the bomb went off افريد بيبول، برضو كلمة افريد اهي عندك اهي، ما بتجيش قبل الاسم، ما بتجيش قبل بيبول، والبيبول هو ار افريد، يعني بتيجي بعد الاسم ما بتجيش قبله. طب رقم سي، many children are afraid of the dark. اهي جات اهي بقى، ادي افريد جاي بعد كلمة children، يبقى رقم سي صح. طب رقم دي، I found an alive man. لا طبعا عندك كلمة alive دي مش هتيجي قبل الاسم، تيجي بعد منه، يبقى عندك asleep و alive و afraid و awake و aware و ashamed و alone و unaware، ما بيجوش قبل الاسم، ما بيجو امتى؟ بيجو بعد الاسم. 40، بيقول لي which of the following sentence is structurally correct؟ مين في دول صحيح؟ تامر is feeling very bad since. اولا السؤال ده مكتوب غلط. طب مكتوب غلط ليه؟ لان انت عندك الفعل فيل ما بيجيش في الاستمرار، الفعل فيل ما بيجيش في الاستمرار، يبقى رقم ايه غلط. ليه ما بيجيش في الاستمرار؟ لانه في افعال الشعور والحواس
بيجيش في الاستمرار، وافعال الحالة. يبقى رقم A غلط ورقم C غلط، عشان قلنا مش هيجي في الاستمرار. طيب تعال نشوف بقى رقم B ورقم D. B بتقول لي تامر والفيل هيشعر very bad since last Friday since last Friday because he is catching a very bad cold. طبعا الجملة مش مظبوطة خالص. يعني ايه هيشعر منذ الاسبوع، منذ الجمعة الماضية؟ يبقى مستقبل مع ماضي ما تمشيش خالص، يبقى كده الجملة دي غلط. طب رقم دي، ده تامر has felt، ادي مضارع تام اهو، since last Friday because he is going to catch، لان هو تامر دلوقتي بيشعر بيشعر بسوء، لان هو هتمسكه مرض الكحة، هيمسكه مرض الكحة. برضو غلط، مستقبل مع مضارع تام غلط. يبقى الاربع اختيارات كلهم غلط. هو جايب في نموذج الاجابه بيقول لي ان رقم سي هي اللي صح، وطبعا الكلام ده غلط، ولو في حد عنده حاجه يقولها. طبعا ليه غلط؟ لان الفعل اصلا فيه ما بيجيش في الاستمرار، لكن هو في نموذج الاجابه جايب رقم سي. نموذج الإجابة جايب رقم سي، لكن أنا رأيي الشخصي إن كلمة الفيل مش هتيجي في الاستمرار أبدا. وكده نكون خلصنا قواعد يونت 7 من كتاب بيت باي بيت. متنساش طبعا تكتب تعليق لو الفيديو عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.